بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات برنامج مواقف من السيرة النبوية، وحديثنا عن صبره صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خير الصابرين، ولنا فيه أسوة وقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صبر صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى ربه سبحانه جل في علاه، وقد أوذي في سبيل الله وما يؤذى أحد، قال أوذيت في الله وما يؤذى أحد. وكان صلى الله عليه وسلم يتسلى بمن قبله من الأنبياء كما أوصاه ربه، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهو خامسهم صلى الله عليه وسلم. فقال رحم الله موسى: أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى المشركين بمكة، قالوا ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا كاهن، بل وضعوا سل الجزور على ظهره وهو ساجد عند الكعبة صلى الله عليه وسلم وسبوه. ولما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الله عز وجل ألبوا عليه صبيانهم وسفهاءهم حتى رموه بالحجارة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأيضا عليه الصلاة والسلام صبر بعبادته لله جل وعلا، فكان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. تقول له أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ عليه الصلاة والسلام. وكان حتى في السفر يصوم في شدة الحر، هو وعبد الله بن رواحة رضي الله عنه، كل ذلك كان يتحمل حتى غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. وأيضا صبره صلى الله عليه وسلم في تحمل العيش وشظف العيش والجوع والشدة، مع أنه خيره ربه بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ما عند الله واختار الآخرة على هذه الدنيا. فكان صلى الله عليه وسلم يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، ويمر الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار لطعام كما قالت أم المؤمنين عائشة. يمر الهلال تلو الهلال تلو الهلال ثلاثة أهل في شهرين، ولا يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار لطعام. فقال عروة بن الزبير، وهو ابن أسماء أخت عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، فقال: يا خالة، ما هو طعامكم يومئذ؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ودخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد نام على حصير حتى أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، والحصير هو ما يصنع من خوص النخل. فبكى عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، فارس وكسرى والروم يرفلون بالذهب والحرير والديباج، وأنت رسول الله تنام على الحصير حتى يؤثر في جنبك؟ قال: يا عمر، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فهكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم وصبره، بل صبره حتى على من يأتيه يسأله الصدقة. جاءه أعرابي فجبذ النبي صلى الله عليه وسلم من بردته
حتى أثرت البردة في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول أعطني يا محمد، حتى ما قال يا رسول الله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطوه. نأخذ فاصلا ثم نواصل. وصبر صلى الله عليه وسلم حتى على المرض الذي أصابه، فمرضه ليس كمرض سائر الناس. دخل عليه عبد الله بن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك رجلان، أصابته الحمى ما يتحملها رجل واحد، لو أصابت رجلا لمات. قال فقلت يا رسول الله إنك توعك، قال أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال ذلك أن لك أجرين؟ قال نعم، إن معاشر الأنبياء يشدد لنا في البلاء وحتى يعظم لنا الأجر. وأيضا صلى الله عليه وسلم كان قد صبر على الابتلاء الذي أصابه بفقد أولاده وأحبته، مات جميع أولاده من بنين وبنات في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة، توفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، مات حتى ابنه إبراهيم بين يديه صلى الله عليه وسلم حتى بكاه، فقيل يا رسول الله تبكي وأنت رسول الله؟ قال إنها رحمة جعلها الله في قلوب العباد، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. كذلك فقد صلى الله عليه وسلم أحبته، فقد خديجة زوجته التي كانت تواسيه بنفسها وبمالها، وواسته في نزول الوحي عليه حين قالت والله لا يخزيك الله أبدا، لما قال أي خديجة ماذا بي؟ قال دثروني دثروني، حينما رجع من الغار وقد نزل عليه الوحي، فقالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتصبر على نوائب الحق. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم، فصبر على موت خديجة، وكذلك مات عمه حمزة الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه وكان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعمه حمزة أخوه من الرضاعة، أرضعته وحمزة ثويبة مولاة أبي لهب، كذلك قتل في أحد، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه صابه الحزن والأسى، وفقد كثيرا من أصحابه في الغزوات وهو صابر لأنه يرجو ما عند الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم على فقد وطنه مكة، أحب البلاد إلى الله تعالى، أخرج منها بسبب أذى قومه أهل مكة قريش، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. لما طرد منها صلى الله عليه وسلم وفر منها مهاجرا إلى المدينة، وهو خارج وقف على حزورة مكة وهي مكان في سوق مكة، وهو ينظر إلى مكة، فقال والله ما أطيبك، وإنك لأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فراقه على وطنه الذي ولد به صلى الله عليه وسلم ونشأ به وشب به وكبر صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي وعمره 40 سنة في مكة، ومكث بمكة صلى الله عليه وسلم 13 سنة في الدعوة إلى الله عز وجل، ومع ذلك وهو صابر محتسب عليه الصلاة والسلام، مع أن الله عز وجل خيره
وما من نبي من الأنبياء إلا يخيره الله عز وجل. بين الحياة الدنيا والبقاء فيها أمدا زيادة على عمره، أو أنه يقبضه بالحال. مع ذلك جلس على المنبر وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير فرغب بما عند الله عز وجل. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فهذه وقفات وسلوان للصابرين بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله أن يرزقنا اتباعه والاقتداء بأثاره عليه الصلاة والسلام. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.